السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ في هذا الفيديو، صلوا معي على النبي واذكروا الله. اليوم في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نقوم بإنشاء بريد إلكتروني على جهاز الأندرويد أو ما يسمى بحساب الجيميل طبعا، وإذا أردنا نفعل من خلاله جميع ميزات الهاتف مثل اليوتيوب وأي شيء نريد إرسال رسائل إلكترونية أو تفعيل مثلا جوجل درايف، طبعا جميع الخدمات المتعلقة في الجيميل. شرح سهل وبسيط، أتمنى أن تبقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قبل أن أبدأ في شرح كيفية إنشاء بريد إلكتروني، أتمنى أن تدعموا قناتي هاي لحتى أوصل فيها إلى 100,000 مشترك. نعم، أنا هدفي الآن هو الوصول إلى 100,000 مشترك، لهيك أتمنى أخي أنك تكون أنت من بين الأشخاص يلي ساعدوني للوصول إلى 100,000 مشترك وإلى 1,000,000 لاحقا إن شاء الله. طبعا لحتى نقوم بإنشاء بريد إلكتروني، رح نقوم بالتوجه إلى الجيميل في جهازنا الأندرويد. هذا هو الجيميل. طبعا فينا ننشئ بريد إلكتروني عبر أكثر من حساب، منها الجيميل ومنها الأوتلوك أو الميكروسوفت أو الهوت ميل والكثير يعني من المواقع، ولكن أفضلها هو الجيميل المقدم من جوجل، لأنه بواسطة الجيميل فينا نفعل كتير أمور في الهاتف. طيب راح ندخل إلى الجيميل. راح طيب الآن نقوم بالانتقال إلى اليمين وراح نضغط على تم. هاي تم راح نضغط عليها، بعدها راح نضغط على إضافة عنوان بريد إلكتروني. طبعا نحن راح نضغط على جوجل. طبعا أعطانا الآن إدخال البريد الإلكتروني، نحن راح نضغط بالأسفل على إنشاء حساب. هاي اللي ملاحظينه. طبعا راح أضغط على كلمة لنفسي، طبعا أعطينا خيارين لنفسي أو لطفلي، راح أضغط لنفسي. طبعا راح نقوم بكتابة الاسم الأول، يعني الاسم نحن اللي بدنا إياه وليس اسم الجيميل. نكتب اي اسم بنختاره، مثلا اسمي. هون راح نضغط على يعني نكتب الاسم الثاني، راح نضغط بعده على التالي. هون راح نحدد تاريخ الميلاد، يفضل انه يكون يعني تاريخ الميلاد يعني ندخل تاريخ الميلاد، يعني يفضل انه يكون تاريخ الميلاد يعني نحن حافظينه ونحفظه حتى اذا نسينا كلمة السر مستقبلا، يعني نحفظ يعني نقوم باسترجاع الحساب من خلال هذه المعلومات، معلومات تاريخ الميلاد. نحدد الجنس ذكر، نضغط بعدها على التالي. الان هون راح ننشئ اسم البريد اللي بدنا اياه، ندخل الاسم اللي بدنا اياه، ويفضل انه نترك رقم. ليش؟ لانه راح يعطينا انه يعني الاسم مستخدم، ولكن اذا حطينا رقم طويل راح يعني فورا يعطينا انه متاح. مثل ما ملاحظين اعطانا انه متاح. الان بندخل كلمة سر، طبعا كتبنا كلمة السر اللي أنشأناها بالأعلى وبالأسفل، وبعدها نضغط على التالي. مثل ما ملاحظين تم إنشاء الحساب، بعدها رح نضغط على التالي، ورح ننزل إلى الأسفل ونضغط على أوافق على السياسات، يعني ننتظر لحتى يتحقق من المعلومات.
هون راح نوقف النسخ الاحتياطي، راح نضغط على هذا السهم، راح نضغط على قبول. طبعا بنحدد ان احنا نضغط على موافق. مثل ما ملاحظين تم يعني الحصول على البريد الالكتروني، راح نضغط عليه ونضغط على الانتقال على جيميل. الان اصبح لدينا بريد الكتروني مثل ما ملاحظين، ومباشره تم يعني تفعيل هذا البريد في جميع الهاتف. يعني اذا ننتقل الى يوتيوب راح نلاقيه موجود. شرح سهل، اتمنى ان يكون افادكم هذا الفيديو.